أسوأ حاجة في الرحلة كلها موضوع الطيارات بتاعة التوشيبا اللي انت شايفينها ورا دي، طيارة صغيرة قوي دي عشان نروح نيو برونزويك. يعني انتوا عارفين احنا مش متعودين على النوع ده من الطيارات، انا سافرت كتير مع عمري ما ركبت النوع ده من الطيارات، فتجربة جديدة ربنا يسترها. يعني تمنولنا بقى الخير كده وربنا يسترها، لان الطيارات شايفين عاملين ازاي، هصورها لكم بالتفصيل. يعني
شايفين بقى كمية كندا أصلا مشهورة بموضوع الأنهار والمياه الطبيعية. شايفين المياه الطبيعية عاملة ازاي نتيجة التلج لما يسيح. ما شاء الله.